أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن على أنه أعتقد على أنه المقابلة اليوم بالنسبة لنا كانت متميزة. لاعبين تبارك الله يعني كان اليوم كانوا في الموعد، دخلنا على باش نفوزوا. إلا شفتوا الشوط الأول يعني ضيعنا عدد كبير من الفرص، سجلنا أهداف ما تحسبش. كنظن على أن اللاعبين قدموا واحد الشوط الأول في مستوى كبير. صحيح على أن غفلنا واحد دولة طروا مينوت تسجل عندنا هدف اللي ما كانش خصو يتسجل، هادشي كيوقع في كرة القدم. لكن اللاعبين من الرياضة وصلوا للبوطو ديال فريق الرجاء الرياضي. المستوى اللي قدموا اللاعبين في الشوط الأول كان متميز. صحيح كاين بعض الأخطاء فردية، ولكن هادشي إن شاء الله غادي نتغلبوا عليه قادم الأسابيع إن شاء الله. الشوط الثاني إلا شفتوا الفيزيونومي ديال المقابلة، يعني السيطرة ديال المغرب التطواني، درنا بعض التغييرات اللي عطاونا شويه ديال الانرجي، منها تسجيل الهدف ديال التعادل. كنا نضيفوا اهداف اخرى، لكن اصطدمنا بدفاع قوي فريق الرجاء الرياضي اللي كان حتى هو كان ممكن على انه يسجل في اللحظات الاخيره. اعتقد على ان المقابله اليوم كانت 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 بالنسبه لنا احنا كانت مزيانه. اللاعبين عطاو داكشي اللي عندهم. هذه المقابله اللي غتخلينا نشتغلوا بواحد الشكل ايجابي ونبازيو عليها، لانه باش تلعب مع الرجاء بهذا المستوى هذا سا ريفيرونس.